مساء الخير جوهرة، تحية لك ولكل المشاهدين الكرام. إذا نبدأ بمسابقة دوري أبطال إفريقيا وآخر الأخبار المتقدمة. بالفعل جوهرة، إذا يواصل فريق مازيمبيا الكونغولي تحضيراته بمدينة طنجة لمواجهة المغرب التطواني يوم الأحد القادم في لقاء عن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. ويجري الفريق الكونغولي تدريباته بملعب مرشان ثم ملعب التدريب زيتن ذو العشب الاصطناعي، على أن يجري لاعب مازيمبي ميرانا الجمعة بملعب سنيت الرمل الذي ستجرى فيه المباراة. وكان مازيمبي قد تعادل مع الهلال السوداني على أرضه من دون أهداف في الجولة الأولى، فيما خسر ممثل الكرة المغربية الوحيد في المسابقة المغرب التطواني، خسر أمام سموحة المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين. للإشارة، فقد تأكد رسميا غياب زهير نعيم مهاجم المغرب التطواني عن مباراة الأحد بسبب إصابة ستبعده عن الملاعب لأربعة أسابيع. يبدو أن غوارديولا كان يرغب في تدريب منتخب البرازيل. بالفعل جوهرة، هذا ما قاله البرازيلي داني ألفيس لاعب فريق برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم. قال أن الإسباني بيب غوارديولا المدرب الحالي لفريق بايرن ميونخ الألماني كان يريد تدريب المنتخب البرازيلي في نهائيات كأس العالم الماضية، لكن المسؤولين في الاتحاد البرازيلي تخوفوا من رفض المشجعين لمدرب أجنبي في مونديال يقام ببلادهم. منذ عملي مع المدرب بيب غوارديولا وهو يطمح لتدريب المنتخب البرازيلي، أقسم بالله على ذلك. يمكن أن أنعت بالنميمة ولكن ليس بالكذب. بيب كان يريد تدريب السيليساو قبل كأس العالم، ولكن المسؤولين لم يرغبوا في ذلك. بيب أيضا قال بأنه يريد أن يجعلنا أبطال العالم ووضع خطة كاملة لذلك، ولكنهم رفضوا. حجتهم أنهم كانوا يتخوفون من رد فعل الجمهور البرازيلي بالقبول بمدرب أجنبي. كرويا، دائما قدم فريق نيويورك سيتي الممارس في الدوري الأمريكي لكرة القدم، قدم اليوم إلى جماهيره نجم الفريق الجديد الإنجليزي فرانك لامبارد اللاعب السابق لفريق تشيلسي بطل البريمير ليج. وكان لامبارد قد انضم لفريق نيويورك شهر يوليوز من العام الماضي، لكنه بموجب عقد إعارة لعب لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لموسم كامل. وسيخوض لامبارد المباراة الأولى بقميص الفريق الأمريكي يوم الأحد القادم عند مواجهة فريق تورونتو الكندي. وقد أعرب لامبارد الذي سيلعب إلى جوار الإسباني ديفيد فيا والإيطالي أندريا بيرلو، عبر عن سعادته باللعب في الدوري الأمريكي الذي وصفه بالتحدي الجديد. التحدي الحالي هو تقديم أداء متميز ومساعدة الفريق على تحقيق الفوز. قرار المجيء إلى هنا كان سهلا، وسبب مجيئي هو أنني واثق أن بوسعي تقديم الكثير لهذا النادي، فلا تزال لياقتي البدنية جيدة، وطيلة مشواري كانت لدي رغبة قوية في تحقيق الانتصارات، وكان من حسن حظي أنني نجحت في كسب كل الرهانات، إلا أن التحدي الحالي هو التأكيد للجماهير أنني أتيت إلى هنا للفوز وللعب بأفضل وجه ممكن. وإلى بطولة الكأس الذهبية لمنطقة الكونكاكاف. نعم جوهرة، فقد فاز المنتخب الأمريكي على نظيره الهندوراسي بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء عن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى من الكأس الذهبية لكرة القدم لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبية الكونكاكاف، والتي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية. وفتح المهاجم المخضرم كلينت ديمبسي باب التسجيل لمنتخب العم سام في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، ثم عاد ديمبسي في الدقيقة 63 ليضاعف الغلة لمنتخب البلد المضيف. المنتخب الهندوراسي تمكن من تقليص الفارق بعد 5 دقائق عبر لاعبه كارلوس ديسكوا، لكن نقاط المباراة كاملة عادت للمنتخب الأمريكي الذي يتصدر ترتيب المجموعة الأولى ب3 نقاط. وفي لقاء عن نفس المجموعة ونفس الجولة، تعادل منتخب هايتي مع نظيره البانامي بهدف لمثله في لقاء أجري بينهما بملعب تويوتا بارك بولاية تكساس الأمريكية. فبعد شوط أول متكافئ انتهى على إيقاع البياض، تمكن منتخب بنما من تسجيل هدف السابق في الدقيقة 56 عبر لاعبه ألبرتو كوينتيرو.
ثم أدرك منتخب هايتي التعادل قبل 4 دقائق على صافرة النهاية بواسطة اللاعب ناسان، لينتهي اللقاء بلا غالب ولا مغلوب، ويتقاسم بالتالي المركز الثاني في ترتيب منتخبات المجموعة الأولى. وإلى منافسة التنس وبطولة ويمبلدون التي وصلت إلى دورها النصف النهائي. نعم جوهرة، فقد تأهل الفرنسي ريتشارد غاسكي إلى الدور النصف النهائي من بطولة ويمبلدون لكرة المضرب، ثالث البطولات الأربع الكبرى، وذلك بتغلبه على منافسه السويسري ستانيسلاس فافرينكا في مباراة ماراثونية وبثلاث جولات مقابل جولتين. وسيواجه غاسكي في الدور القادم حامل اللقب والمصنف الأول على العالم السربي نوفاك جوكوفيتش، والذي تغلب على الكرواتي مارين سيليتش ب3 مجموعات دون مقابل وبنفس النتيجة 6-4 6-4 و6-4، ليصل جوكوفيتش بالتالي إلى نصف نهائي البطولات الأربع الكبرى للمرة 27 في مشواره، كما تمكن من تحقيق الفوز 50 في ملاعب ويمبلدون. وصل المصنف الثاني السويسري روجي فيدرر وصل عروضه القوية في بطولة ويمبلدون، وحجز مكانه في مربع الكبار بتغلب على الفرنسي جيل سيمون ب3 جولات دون مقابل 6-3 7-5 و6-2. وأوقفت الأمطار التي شهدتها العاصمة البريطانية المباراة مرتين ولأربعين دقيقة كاملة، لكن فيدرر الذي خسر إرساله الأول في ويمبلدون حسم النزال لصالحه وتأهل للمرة 10 لدور الأربعة في ثالث البطولات الأربع الكبرى. وسيواجه فيدرر في الدور القادم سيواجه المصنف الثالث البريطاني أندي موراي والمتأهلي على حساب الكندي فاسيك بوسبيسل ب3 مجموعات دون مقابل 6-4 7-5 و6-4. وبدأت المباراة في أجواء ملبدة بالغيوم وانتهت بإغلاق سقف الملعب الرئيسي بسبب سقوط الأمطار. للإشارة، فالفوز الجديد لموراي صعد به لنصف نهائي ويمبلدون للمرة 6 في مشواره. ونختم بطواف فرنسا للدراجة الهوائية. بالفعل جوهرة، فقد فاز الألماني أندري غريبل بمرحلة الخامسة من طواف فرنسا الدولي للدراجات الهوائية، والتي ربطت اليوم بين مدينتي كامبراي وأميان الفرنسيتين على مسافة تقدر ب 189 كيلومترا ونصف الكيلومتر، فيما احتفظ مواطنه توني مارتن بالقميص الأصفر لليوم الثاني على التوالي. فقطع غريبل مسافة المرحلة في 4 ساعات و39 دقيقة، وتقدم الدرج الألماني الفائز في المرحلة الثانية الأحد الماضي، تقدم بالسرعة النهائية على السلوفاكي بيتر ساغان والبريطاني مارك كافانديتش والنرويجي ألكسندر كريستوف. ولم يتغير المشهد في الترتيب العام بعد هذه المرحلة التي شهدت سقوط العديد من الدراجين وسط أمطار غزيرة ورياح شديدة في سهلي أرتوا وبيكاردي، حيث ظل الألماني مارتن في المركز الأول بنفس الفارق عن المطاردين المباشرين البريطاني كريستوفر فروم والأمريكي تيغاي فان غاردينن.